بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، إن شاء الله الصورة والصوت مسموع. نعم دكتورة. إن شاء الله طلاب، today our histology lecture about the respiratory system. بداية طلاب، بالنسبة للـ respiratory system يتكون من جزئين: conducting portion and respiratory portion. conducting portion طلاب يعني هو الجزء اللي يوصل، مجرد يوصل يعني كايرواي، موصل للهواء، ممرات تنفسية موصل للهواء. والجزء الثاني هو distal portion، موجود داخل اللانج طلاب، هو عبارة عن respiratory portion. respiratory portion يعني مسؤول عن gas exchange وعملية التنفس الهوائي. زين، نيجي في بداية طلاب، first of all the conducting portion يشمل من عندنا، يشمل عندنا from the nose the nasal cavity، ننزل nasopharynx، بعد nasopharynx ننزل للارينx trachea، بعدين primary bronchus. trachea تتقسم إلى جزئين primary bronchi، زين طلاب، وبعدين primary bronchi تدخل for the lung، تكون secondary bronchus tertiary bronchus، بعدين تحول إلى برونكيولز، بالأخير تتحول إلى تيرمينال برونكيولز. تيرمينال برونكيولز هو آخر جزء من conducting portion، كله حندرسه إن شاء الله بالتفصيل. والconducting portion هو مهم طلاب، يوصل الهواء، conditioning the war, filtering, warming the air. Sorry. يعني provide passageway for the air, for carrying the air, and conditioning the air, warming the air. Also filtering يعمل كفلترشنز for the air. عندنا الجزء الثاني طلاب هو respiratory portion، هو يعتبر داخل intra داخل pulmonary يعني أي جزء تابع للرئة يسمى بالpulmonary. pulmonary intra pulmonary portion inter pulmonary part اللي يتكون طلاب من respiratory bronchiole alveolar duct alveoli، وهاي كلها حندرسها بالتفصيل، اللي هذا الجزء مسؤول على gas exchange between the blood and the ear. زين طلاب، احنا first of all طلاب احنا عندنا اللي حندرس انه respiratory system lined by respiratory mucosa، او اقول لكم respiratory epithelium. فمن اقول respiratory mucosa يعني شنو respiratory mucosa؟ احنا درسنا ان GIT any mucosa هي lining any lumen، lumen موجود in the body يكون عادة مبطن من ميكوزا. ميكوزا يعني شنو؟ أو ميوكوس ميمبرين، معناته أبيثيليوم يستند على كونكتيف تيشو يسمى لامينا بروبريا. بالنسبة للريسبيراتوري ميكوزا طلاب، متكون من أبيثيليوم ويسمى ريسبيراتوري أبيثيليوم، يعني أبيثيليوم خاص بالنسبة للجهاز التنفسي، هو عبارة عن سودو ستراتيفايد سيليتد كوليمينار أبيثيليوم وذ كوبل سيلز. شنو يعني سودو ستراتيفايد سيليتد كوليمينار ابيثيليوم؟ يعني معناته هو طبقه واحده، لكن للوهله الاولى يتصورها اللي يشوفها يتصورها انه متكون اكثر من طبقه، لكن هو طبقه واحده يستسند كلها على بيسمنت ميمبرين. وهذه طلاب الطبقه تتكون من خلايا متعدده تحتوي على مستويات متعدده من النيوكلياي اللي تظهر بشكل كانه ستراتيفايد، لكن هو طبقه واحده وليس ستراتيفايد، فيسمى سودو ستراتيفايد. سيليتد جزء من الخلايا، الكوليمينار سيلز تحتوي على سيليا، وايضا وذ جوبل سيلز بنشرحها بالتفصيل مكونات خلايا الابيثيليوم اوف ذا سودو ستراتيفايد ابيثيليوم. نجي انه الميوكوزا كنا تتكون من ابيثيليوم واللامينا بروبريا اوف كونكتيف تيشو. اللامينا بروبريا طلاب هي اللي يستند عليها الابيثيليوم، عباره عن دينس كونكتيف تيشو يكون فيرملي مميزات فيرملي اتاتش فور بيريكوندريوم اور بيريوستيوم، يعني شنو؟ اندرلاينج ذا كارتشز اوف بون، يعني معناته انه هذه اللامينا بروبريا اللي هي كونكتيف تيشو تلتصق بشكل كبير بالكونكتيف تيشو اللي يحيط الكارتلج يسمى بيريكوندريوم، او بالكونكتيف تيشو اللي يحيط البون ويسمى بيريوستيوم، تلتصق بيه. ليش؟ حتى يثبت بمكانه، اوكي، حتى يكون ثباتيه له، يثبت في مكانه. شيء ثاني انه هذه اللامينا بروبريا تحتوي على بلاد فيسلز، تحتوي على بلاد فيسلز. هذه بلاد فيسلز الهواء اللي يدخل خلال الممرات التنفسيه، هذا بلاد فيسلز تعمل على كونديشنينج فور ذا اير، يعني شنو؟ اذا هذا الهواء يدخل بارد فهي هاي بلاد فيسلز شو تعمل؟ تعمل على تدفئته. زين طلاب، يحتوي اللامينا بروبري ايضا على سيرو ميوكوس جلاند. سيرو ميوكوس جلاند يعني شنو؟ سيرو ميوكوس جلاند يعني عباره عن ميكس جلاند، احنا درسناها بالجي اي تي سيرو ميوكوس جلاند، درسناها بالسليبري جلاند. فمن اقول سيروس، سيروس يعني تفرز سيكريشن،
وميوكس جلاند يعني اللي موجودة بالضبط هاي بالوسط هنا موجودة ميوكس جلاند. هاي ميوكس جلاند طلاب درسناها بالتفاصيل شنو معناتها. تفرز ميوكس. الميوكس شو يسوي؟ ميوكس ينفرز من خلال طبعا السيرو ميوكس جلاند هي عبارة عن اكسوكراين جلاند يعني تحتاج إلى داكت، فهذا الداكت الخارج شي يفرز، تفرز هذه الجلاند هذه الغدد تفرز ميوكس الخارج. هذا الميوكس شي يعمل؟ يعمل على حماية للأبيثيليوم، protect the epithelium. ايضا اي particles any dust any contamination يلتصق بهذا الميوكس. اوكي زين. لعد السيرس ميوكس، السيرس اللي يحيط بالميوكس هذا شنو؟ هذا افرازات الطلاب. السيرس يحتوي على يكون mainly watery secretions، وهذا الووتر الموجود ان سيرس secretion، السيرس secretion اللي هو عاده يكون mainly watery، فهذا الطلاب يعمل على ترطيب الابيثيليوم against any irritating، يعني بعض الأحيان any infection يصير يعمل على جفاف الأبيثيليوم. الأبيثيليوم يكون السطح الميكوزا يكون جاف، هذا يعمل على يكون كل sensitive و irritating يعني يكون مؤلم. فعادة الميوكوس أيضا تعمل على ترطيب، السيرو ميوكوس تعمل على ترطيب وأيضا تعمل على حماية للسيرفيس أوف الأبيثيليوم، وأيضا تعمل على التصاق كل الداس بارتيكلز أي كونتامينيشنز وذ ذس ميوكوس. زين. تحتوي اللامينو بروبريا أيضا على الليمفاتيك نوديوس، وقلنا الليمفاتيك نوديوس إحنا نعرفه شنو نوديوس، ليش سموه نوديوس؟ لأن هي عبارة عن أجريجيشن، فد أجريجيشن أجريجيشنز أوف بي لينفوسايتس لايك سفيريكال شيب، أجريجيشن أوف بي لينفوسايتس وذ ماكروفاجز with plasma cells like nodules موجودة اللامينا بروبريا، فيسموها nodules لأن هي شكلها يعني يكون spherical in shape. lymphatic لأن يحتوي mainly of B lymphocyte، ويحتوي أيضا على macrophages and plasma cells. من ضمن ال connective tissue من immune cells اللي يحتويها يحتوي على mast cells plasma cells، وهاي كلها جزء من immune system كجزء خط دفاعي أول لحماية respiratory mucosa. ليش؟ لأنه عندنا إحنا الممرات التنفسية هي معرضة للenvironment، فتحتاج إلى جهاز مناعي، تحتاج mast cells plasma cells lymphatic nodules كجزء من الحماية. زين. عندنا احنا قلنا respiratory epithelium وقلنا لكم هو يتكون من pseudo stratified ciliated epithelium with goblet cells. شنو مكوناته؟ هذه pseudo stratified of the respiratory epithelium متكون عادة من خمس خلايا. أول خلية هي tall columnar cells with cilia، تحتوي على cilia يسموها ciliated cells، هي عبارة عن tall columnar cells، وهذه cilia طبعا push the dust any particles and mucus طلاب by the motion toward the pharynx يعني toward the pharynx or toward throughout يعني تطرد كل الداس كل particles الغبار contaminations إلى الخارج بواسطة هذه cilia. شيء ثاني عندنا بالنسبة لهذا الأبيثيليوم يحتوي على goblet cells. goblet cells طلاب شو تسوي؟ goblet cells احنا نعرفه انه تفرز ميوسين، وهذا الميوسين طلاب شو يسوي؟ يعمل على ترطيب للأبيثيليوم، يعني يمنع عني dehydration for the epithelium، يعمل على ترطيب surface of the epithelium by the mucosa of the goblet cells. أكو خلية ثانية نعم أكو براش cells، يعني شنو براش؟ براش يعني تشبه الفرشاة، فهاي تسميته. ليش؟ لأن على سطحها تحتوي على short microvilli، وهاي تحتوي أيضا على نهاياتها، نهاية هاي الخلية تحتوي للداخل البيسمنت ميمبرين تحتوي على سنسور نيرف اندينج، يعني تحتوي على نيرف اندينج يخرج من عندها الى اللامينو بروبريا ومن عندها الى البرين، ويعتبر هذه الخلايا من كيمو سنسور ريسبتورز فور ذا طلاب، تعتبر فت ريسبتورز مثلا لتركيز الغازات الموجوده في الهواء المتنفس من اكسجين او ثاني اكسيد الكربون. خلية رابعة عندنا احنا بيسل سيلز. بيسل سيلز ليش تسمى بيسل سيلز؟ موجودة على القاعدة ما توصل لسطح الأبيثيليوم، موجودة على القاعدة وصغيرة طلاب، وهذه البيسل سيلز تعتبر كستم سيلز، يعني any damage for any cells for this epithelium is replaced by the stem cells which is called the basal cells. عندنا granule cells. granule cells طلاب هاي يسمى small granule cells أو تسمى neuroendocrine cells. شنو هاي الخلايا؟ هاي الخلايا طلاب هي rounded cells تحتوي على darkly stained nucleus in the center،
وتحتوي طلاب على القاعدة مالتها بالقاعدة، يعني مو at the apex، مو apex of the cytoplasm، لا at the base of the cytoplasm. شو تحتوي؟ تحتوي على secretory granules، تحتوي على peptide hormones. إذا هذه الخلايا شو تفرز؟ تفرز peptide hormones. إذا هي شنو؟ إذا هي endocrine cells. زين، هي endocrine cells ليه سموها لعد neuro endocrine cells؟ النيورو لأن secretions مالتها peptide hormones هو عبارة عن مواد تشبه المواد التنفرز من النيورونز، من الخلايا العصبية موجودة في الجهاز العصبي المركزي. من ضمن المواد تفرزها هي السيروتونين. السيروتونين يعمل على regulate diameter of the، يعني يحتوي على receptors على smooth muscles، فيعمل على regulate diameter of the respiratory tract contraction dilations of the respiratory tract، وأيضا يعمل على يأثر على diameter or caliber of blood vessels. فهنا تسمى نيورو اندوكراين سيلز. زين طلاب، عندنا احنا نبدي اول جزء من الكونتاكتينج بورشن ندرسه نسيجيا. احنا عرفنا هسه من اقول لكم انه الريسبيراتوري شنو، يعني الريسبيراتوري سيستم لايند باي ريسبيراتوري ابيثيليوم او ريسبيراتوري ميوكوزا، فتعرفون انه ده اقصد انه الابيثيليوم سود ستراتيفايد سيليتد ابيثيليوم وذ جوبل سيلز. زين، عندنا هنا طلاب نبدي بداية النيزل كافيتي، منطقة الأنف، منطقة النوز. بداية النوز divided by nasal septum for into two nasal cavities. Each nasal cavity متكون من ثلاث مناطق نسيجيا. هي منطقة first of all the entrance of the nasal cavity يسمى vestibule. الجزء الأكبر من عند البراون إن كولر، هذا الجزء الأكبر يغطي اللي يبطن نيزل كافيتي تسمى respiratory region lined by respiratory mucosa. والجزء الأخير هو الألفاكتوري region. الألفاكتوري region هذا الموجود اللي ملون باللون هنا بلو إن كولر، هذا موجود فقط إن سقف الأنف، موجود سقف النيزل كافيتي، فيسمى الفاكتوري ريجن، وعادة لاين في أبيثيليوم حدرس لكم إياه إن شاء الله يسمى الفاكتوري أبيثيليوم، والميوكوزا اللي موجودة هنا تسمى الفاكتوري ميوكوزا. نبدأ بداية النيزل كافيتي ندرس الفيستيبيول. الفيستيبيول للطلاب هو الانترنس، بداية الأنف، بداية النيزل كافيتي ويسمى الفيستيبيول، وعادة لاين باي ستراتيفايد سكويموس أبيثيليوم. هو يصير امتداد للسكن، امتداد السكن اللي يغطي الفيس، امتداد من عنده يدخل قسم من عنده المنطقة الفيستيبيول، فتكون هي lined by stratified squamous epithelium. تحتوي على sebaceous gland، تحتوي على sweat gland dermis. يعني من نقول stratified squamous epithelium وسكن، يعني يحتوي على epidermis ويحتوي على dermis. فالدرمس تحتوي على sebaceous gland. وليش تحتوي على sebaceous gland؟ لأن هنا موجودة thick hairs موجودة in this epithelium thick hairs، فهذه thick hairs اكيد تحتوي على sebaceous gland وطلاب، ويحتوي ايضا على sweat gland. وهاي short thick hairs الموجوده، الشعيرات الموجوده بدايه النيزل كافيتي، تكون كمصد against any dust particles that enter with the air. زين طلاب، عندنا الجزء الثاني، الجزء الأكبر اللي يبطن النيزل كافيتي هو respiratory mucosa، منطقة respiratory region. respiratory region تتكون يعني lined by respiratory mucosa. من أقول respiratory mucosa، إذا إحنا نعرفه إنه epithelium pseudo stratified ciliated columnar epithelium with goblet cells supported by lamina propria of connective tissue. واللامينا بروبريا ايضا تحتوي على سيرو ميوكوس جلاندز. ليش؟ لان طلاب السيرو ميوكوس جلاند قلت لكم الميوكوس تفرز ميوكوس حتى يعمل على التقاط اني داس اني بارتيكلز اني تلوث موجود يلتقط عن طريق الميوكوس، وايضا يعمل على بروتكشن فور ذا ابيثيليوم. السيروس جلاند، السيروميكوس جلاند، يعني السيروس جزء السيروس جلاند. السيروس جلاند طلاب تفرز سيروس سيكريشنز. سيرا سيكريشن يعني سيكريشن يكون مصلي، عادة متكون 90% من عنده في ووتر، فهذا يعتمد على ترطيب، يعمل على ترطيب الأبيثيليوم، سطح الأبيثيليوم، فهذا ما يعمل على أني ما يعمل على dehydration، ما يعمل على عملية الجفاف الأنف. بعض الانفكشنز مثلا common cold يعمل على common cold،
بالشتاء يصير أني إنفكشن التهاب يعمل على جفاف للممرات التنفسية. فهاي نتيجة شنو؟ لأنه السيروس ميكوس إجلاند ما تنفرز، فهذا يكون كلش مؤمن وإريتيتنج. زين، عندنا المنطقة the roof of the nasal cavity, only the roof of the nasal cavity عادة طلاب lined by olfactory mucosa. شنو olfactory mucosa؟ mucosa يعني epithelium laminar propria. الابيثيليوم هو ايضا سودو ستراتيفايد كوليمينار ابيثيليوم بس without سيليا، يعني التول كوليمينار سيلز ما تحتوي على سيليا، وايضا without جوبل سيلز. زين، لكن يحتوي على ثلاث انواع من الخلايا وحشرح لكم اياها بالتفصيل. واللامينا بروبريا اللي موجود يستند عليها الابيثيليوم، طبعا الابيثيليوم يستند على بيست ميمبرين، بيسمنت ميمبرين ايضا كونكت وذ كونكتيف تيشو ويسمى لامينا بروبريا. هاي اللامينا بروبريا تحتوي على بلاد فيسلز، فايبر بلاس، إلاستيك فايبرز، تحتوي عادة على شنو طلاب؟ تحتوي على إجلاند، سيروس إجلاند، سيروس إجلاند. يعني إحنا ميوكس ماكو ماكو، بس مجرد سيروس إجلاند، غدد مصلية يعني تفرز just a serous secretion mostly water. هذه شنو طلاب؟ البومان إجلاند نسبة للعالم اللي اكتشفها تعمل على هاي إفرازات المصلية مالتها اللي هي عادة تكون متكونة من water mostly water، تعمل على ذوبان الodorant molecules يعني الروائح اللي نشتمها، ذوب في serous secretions of bowman glands، فتعمل على facilitate to detect these odorant يعني لمعرفة هذه الروائح، فهذه تسهل عملية ذوبان هذه الروائح بهذا serous secretions of this gland، يعمل على facilitate detections of these odorants. زين، عندنا شنو الخلايا اللي تتكون منها الالفاكتوري epithelium؟ ثلاث خلايا، واحدة من عدها تسمى bipolar neurons أو تسمى neuron، تسمى olfactory cells. زين، هذه olfactory cells ليش تسمى bipolar neurons؟ إحنا neurons يعني هي خلايا عصبية، نعم هي خلايا عصبية، خلايا عصبية إلها بروزين، واحد منهم يسمى axon، الثاني يسمى dendrite. زين، هذه النيورونز احنا ماخذين ثلاث اشكال للنيورونز، ماخذين مالتي بولر نيورونز، ماخذين باي بولر نيورونز، وماخذين سودو يوني بولر نيورونز. وقلنا من الصف الاول ماخذين انتو، قلنا باي بولر وين موجود؟ موجود بالالفاكتوري بيثيليوم، وموجود ايضا بالكوغليا اوف ذا اير. فعندنا الباي بولر نيورونز يعني متكونه من جسم عصبي، طلاب جسم عصبي، هذا الجسم العصبي متكون من بروزين، واحد من عندهم اكسون ينزل للاسفل اللامينو بروبريا ويتحد مع الاكسونز من فروم ذا انذر نيورونز اور انذر الفاكتوري سيلز ويكون الفاكتوري نير فايبرز. وين يروح؟ يروح طلاب للبرين. وعندنا الجزء الثاني اللي يخرج للخارج لخارج الابيثيليوم، زين طلاب، يسمى الدندرايت. وهاي الدندرايت طلاب عدفة ميزة انه لما تخرج للابيثيليوم تخرج عن طريق فيسيكا، فتح وصلة تسمى الفاكتوري فيسيكا. ومن هاي الفيسيكا طلاب يخرج من عندها سيليا، نون موتايل سيليا، سيليا غير متحركة، تقريبا من 15 ل 25 سيليا تخرج من هاي منطقة الفاكتوري فيسيكا، تسمى هذه السيليا الفاكتوري سيلز. سيليا تعتبر هذه السيليا طلاب كمثل فد ريسبترز، كيمو ريسبترز للروائح، يعني تعمل على تحسس للروائح الموجودة، فتنقل هذا الإيعاز وين؟ عن طريق الأكسون البرين، وتعطي معرفة هذه الرائحة ونوعها. فهذه الخلايا تعتبر كيمو ريسبتر. زين طلاب، عندنا خلية ثانية، خلية ثانية بالنسبة للألفاكتوري ميكوزا هي تسمى سبورتينج سيلز، هي عبارة عن تول كوليمينر أبيثيليال سيلز. زين، هاي تول كوليمينر أبيثيليال سيلز طلاب هاي ما تحتوي على سيليا، لكن تحتوي على مايكروفيلاي، شورت مايكروفيلاي للخارج، وتعتبر كسبورت فور ذا الفاكتوري سيلز. الخلية الثالثة والأخيرة هي البيسل سيلز. بيسل سيلز يعني شنو؟ يعني موجودة على القاعدة، ما تمتد على طول الأبيثيليوم إلى السطح، لا موجودة على القاعدة فقط.
وهذه الشورت كونيكال ان شيب البيسل سيلز هذه تكون تحتوي على هي تكون كونيكال شيب وتحتوي على اوفال نيوكليوس وتعتبر كستم سيلز. يعني اي تحطيم اي دامجينج فور اني سيلز ان ذا الفاكتوري ابيثيليوم حتعوض باي ذا بيسل سيلز اللي تعتبر اندفرينشيتد سيلز، فلذلك هي تعتبر ستم سيلز. زين، فأي damaging for these cells were replaced by the basal cells differentiate حتى تكون هذه الخلايا damaging. زين طلاب، واضح ماما؟ واضح طلاب لحد أسه؟ واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. هاي طلاب بالنسبة للنيزل كافيتي. النيزل كافيتي، إذا النيزل كافيتي يتكون من ثلاثة أجزاء. أول جزء من عنده بداية يعتبر الفيستيبيول، يتكون من ستراتيفايد سكوانس أبيثيليوم. زين، الثاني طلاب البلك أوف ذا يعني معظم النيزل كافيتي لايننج باي ذا ريسبيراتوري أبيثيليوم. مجرد فقط الروف أوف ذا نيزل كافيتي متكون من الفاكتوري أبيثيليوم، الفاكتوري أبيثيليوم أو الفاكتوري ميكوزا، وبيها هاي تتكون من ثلاث خلايا فقط، وعادة اللامينو بابريا تحتوي على جلاند مهمة طلاب، مهمة تعرفوها تعرفون فانكشن مالتها ونوعها، تسمى طلاب هي البومان سيروس جلاند. زين، احنا كمان نيزل كافيتي نيجي طلاب للبارانيزل ساينوسز. بارانيزل ساينوس طلاب يعني الجيوب الأنفية. كافيتي موجودة، كافيتي موجودة من ضمن السكال of the من ضمن السكال كافيتيز. هذه الكافيتيز عادة lining by what طلاب by respiratory mucosa، يعني lining by pseudo stratified epithelium with goblet cells، نعم، و supported by lamina propria of connective tissue. شو تعمل هذا الهواء اللي داخل منطقة؟ طبعا اكو connection between the paranasal sinuses with the nasal cavity. فالهواء اللي يدخل منطقة النيزل كافيتي أيضا يدخل منطقة يدخل البارانيزل ساينسز، وتعمل على أيضا تعمل على moistening the ear، يعني ترطبه، warming this ear يعني warming تدفئ إذا كان بارد. وأيضا هي من مهمة الكبيرة اللي من أفضل المهم يعني the main function for the paranasal sinuses إنه هي lightening the weight of the head، يعني تخفف من حجم الجمجمة، تخفف من حجم السكال. زين طلاب، هذا جزء من respiratory epithelium أيضا paranasal sinuses. عندنا طلاب النيزوفارينكس. النيزوفارينكس قلنا إحنا الفارينكس درسناه بأكثر من جزء، بنيزوفارينكس، أوروفارينكس، لارينجيوفارينكس. فعندنا جزء العلوي من الفارينكس يسمى النيزوفارينكس، جزء من الممرات التنفسية. جزء الخلفي من النيزل كافيتي يسمى نيزوفارينكس، وهو عادة lining by respiratory mucosa. يعني شو respiratory mucosa؟ يعني respiratory epithelium supported by lamina propria، واللامينا بروبريا هنا طلاب أيضا تحتوي على سيروس and mucus gland لترطيب الهواء اللي داخل. زين، عندنا طلاب من ضمن حندخل respiratory tract، ندخل منطقة larynx، التراكية، البرونكاس. حنيجي طلاب نشوف cartilage من ضمن respiratory tract. طلاب نلقي the cartilage، وعادة يكون الغالب هو هايلين كارتليج. ليش موجود الهايلين؟ هاي الستركتشر موجودة من ضمن الريسبيرتر تراكت. الفانكشن مالته انه تعطي الطلاب سبورت ذا وول. يعني شنو سبورت ذا وول؟ يعني تعطي دعامة للوول، تعطي فد شكل فد هيكلية للوول، وتمنعه من اني كولابسينج فور ذا وول. يعني تمنع اني كولابسينج، تمنع انه ينسد هذه الوول، انه هذه هاي الممرات التنفسية انه تنسد. وايضا احنا باللامينوبروبريا تحتوي على الاستيك فايبرز adventitia أو connective tissue of the lamina propria، تحتوي على طلاب elastic fibers، وهذه elastic fibers مهم جدا بالrespiratory tract إنه provide flexibility to the wall، تعطيها نوع من المطاطية خلال contraction dilatation، يساهم elastic fibers of this. أيضا نلقي حن طلاب حنلقي smooth muscle fibers. أكو smooth muscle fibers. smooth muscle fibers شو تعمل؟ regulate the diameter of the lumen. يعني شنو؟ يعني بعض الأحيان خلال contraction for the lumen and dilation of the lumen، عملية توسع أو تقلص lumen of the respiratory tract، مسؤولة عن smooth muscle fibers. فهذه الأجزاء حنشوفها بالنسبة للrespiratory tract، وعرفنا كل واحدة الفانكشن مالتها. نجي طلاب ندرس الجزء آخر من الconducting portion.
جزء آخر من conducting portion، يعني larynx جزء من conducting portion، موصل مجرد ممر صغير يوصل الهواء. زين هنشوف شنو وظيفة larynx. larynx شو يسوي؟ هو عبارة عن short passage for air between the pharynx and trachea، يعني يفصل بين البلعوم وبين القصبة الهوائية. عادة نسيجياً منين يتكون؟ شنو function؟ شنو النسيجياً التركيب النسيجي بالنسبة larynx؟ عادة تركيب النسيجي larynx الجدار مالته يحتوي على cartilages، عادة تكون hyaline cartilage، يعني نتكون من thyroid cartilage، cricoid cartilage، arytenoid cartilage، هاي كلها حدرسوها بالأناتومي طلاب. هذه الكارتليج هي عبارة عن هايلين كارتليج تطي دعامة، تطي دعم إسناد prevent the collapse of the cartilage، تطي إسناد وشكل وهيكلية المن طلاب for the larynx. زين نيجي جزء ثاني من larynx ندرس من عنده هو الإبيكلوتس. هذا الإبيكلوتس هنا شكله، هذا إبيكلوتس يعتبر مثل فد غطاء فد valve structures يغطي larynx. زين طلاب هذا الإبيكلوتس هذا شكله، هو valve-like structure يعني مثل فد غطاء covering for the larynx. عملية البلع الإسوفيغاس يكون للممرات التنفسية مشتركة بين بالفارنكس، خلال منطقة الفارنكس أني بلع يدخل للمنطقة الإسوفيغاس طلاب، بلع المواد الغذائية يكون عن طريق أو أي مواد تنبلع عن طريق الإسوفيغاس. أكو ممر مشترك ويا أكو منطقة الفارنكس ويا منه طلاب ويا اللارنكس، فحتى نسد اللارنكس هذه الممرات التنفسية، الممرات التنفسية أسدها تحتوي على على إبيكلوتس لسان المزمار بالعربي يسموه. زين طلاب مثل covering for the larynx. زين نسيجياً مين متكون هذا الإبيكلوتس؟ هذا ككفر طلاب يحتوي على طلاب شنو ككفر؟ يحتوي على anterior surface و posterior surface. زين فهو عادة يغطى بميوكس ممبرين، يعني شنو غشاء يعني غشاء مخاطي، يعني epithelium من الخارج للداخل lamina propria of connective tissue. لكن أدنى الانتيريور سيرفيس طلاب، الانتيريور سيرفيس يختلف عن البوستيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس هو يكون بالضبط مواجه للأورال كافيتي، والأورال كافيتي أدنى هو مبطن بالكيراتينايز ستراتيفايسك ونون كيراتينايز ستراتيفايسك ونوسابيثيليا. إذا الانتيريور سيرفيس هو عبارة عن نون كيراتينايز ستراتيفايسك ومس أو ذس إبيكلوتس. لعد البوستيريور سيرفيس اللي يغطي اللارنكس لجهة اللارنكس لا، يكون نفس اللايننج اوف ذا لارنكس، يكون نفس اللايننج، يكون نفس البطانة، متكون من سودو ستراتيفايسيليتد كوليمينار ابيثيليوم وذ جوبل سيلز. زين للداخل طلاب اللامينا بروبريا اللي هي عبارة عن كونكتيف تيشيو، احنا قلنا هو الابيكلوتس يغطى بميوكوس ميمبرين، ميوكوس ميمبرين ابيثيليوم من الخارج للداخل كونكتيف تيشيو. هذا اللامينا بروبريا بالداخل اللي هو كونكتيف تيشيو شي يحتوي؟ يحتوي طلاب على سيروس وسيروم ميوكوس جلاند. ليه سيروم ميوكوس جلاند؟ لان هذه البلوتس تحتاج الى ترطيب وايضا تمنع اني كونتامينيشن، حتى اني داس اني بارتكلز تلتصق عليه لا تدخل منطقه اللارنكس. شيء ثاني طلاب عندنا يحتوي للداخل طلاب يحتوي على كارتليج، وهذا يعطي شكل هيكلي يمنع كولابسينج فور ذا ابيكلوتس، فيعطي شكل وهيكل ويعطي دعم واسناد لهذا النسيج. فهو عبارة هنا كارتليج، لكن هنا الكارتليج الموجود طلاب لازم ننتبه انه هو إلاستيك كارتليج. اوكي هاي بالنسبة للإبيكلوتس. زين نجي طلاب لللارنكس. احنا اللارنكس قلنا الجدارة متكون من كارتليج، من كارتليج. زين إبيكلوتس عرفناها. للداخل هذا الممر التنفسي شي يحتوي؟ للداخل يحتوي على فولز طلاب، هو اللايننج اللارنكس عادة تكون سودو ستراتيفايد أبيثيليوم، لكن تخترق تو فولز، طيات تكون حبال تسمى الحبال الصوتية، تخترق بالضبط اللومن، بالضبط تخترق اللومن. هذه الفوكال كوردز الحبال الصوتية تكون من تو بيرز، يعني زوجين، زوج الأعلى زوج الأسفل. الزوج الأعلى طلاب هذا ماخذين هنا مقطع طولي for the larynx، فنبين هذا هنا الفوكال كوردز العلوية وهنا الفوكال كوردز السفلية زي الأسفل. الأبر أبر بير طلاب، الأبر بير شنو هذا الأبر بير؟ هو عبارة عن فولز فوكال كوردز، يعني حبال صوتية كاذبة نعم، وتسمى أيضا vestibular fault faults. هذه الطلاب vestibular faults طلاب هي عبارة عن lined by شنو؟ تبطن pseudo stratified epithelium.
هاي الفولس سودو ستراتيفايد ابيثيليوم نعم. الكور داخل بداخل هذه الفولس فوكال كورس او اللي يسموها في السبيولار فولس بداخلها تحتوي طلاب الكور تحتوي على ميوكوسيروس سيكريتوري جلانس، يعني هنا تفرز افرازات مصليه وايضا ميوكوس يعمل على الترطيب وايضا يعمل على شنو يعتمد على الترطيب وايضا على بروتكشنز فور ذا ابيثيليوم ويعمل على التصاق اي داس بارتكلز تدخل هنا تلتصق على طريق هذا الميوكوس اللي يكون للخارج اللي يكون عن طريق اللي ينفرز هذا الميوكوس عن طريق الميوكوس جلاند وايضا عن طريق شنو الجوبل سيلز secretions of the goblet cells with the secretions of the mucous glands in the lamina propria تسوي فت protection للأبيثيليوم وبنفس الوقت تعمل على تراب any dust يعني تلتقط any dust any particles تدخل لل with the air تدخل with the inspired air تدخل ويا الهواء المستنشق طلاب تلتقط هنا حتى لا تأثر على وين لا تأثر أيضا لحماية للtrue focal cords. ليش الترو فوكال كورس يكون شلون حيكون مالتها اللايننج ابيثيليوم هنا اللايننج ابيثيليوم ترو فوكال كورس يعني هي الحبال الصوتيه المسؤوله عن الفونيشن يعني اهتزاز الفايبريشنز اوف ذس فوكال كورس مسؤوله عن شنو عن احداث الفون احداث الفونيشن مسؤوله عن الصوت باهتزازها فهذا الاحتكاك مالت الطلاب to prevent any aberrations for this that caused by the vibrations أي احتكاك يعني شيء يسموه يعني أذية قشط طلاب احتكاك لهذه الكورس أذي إلى friction for it فحتى أحميها لازم نحتاج لأبيثيليوم متكون من أكثر من طبقة فهنا التو فوكال كورس طلاب عادة لايند باي ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم هذا فور بروتكشن تعمل حماية للتو فوكال كورس هذا الفايبريشن الاهتزاز يأثر عليه فاحنا نحتاج فد ابيثيليوم يكون متكون اكثر من طبقة يحميها وللداخل ما تحتوي للداخل الكور اوف ذيس تو فوكال كورس ما تحتوي طلاب على جلانس يعني ما تحتوي على سيروس ميكوس جلانس لا ما تحتوي ليش لان احنا اني مارد هنا يصير اني كونتامينيشن يلتصق على الترو فوكال كورس هاي مسؤوله عن الصوت فمارد اني كونتامينيشن اني داس غبار اتربه تلتصق عليه لكن شنو للداخل من عندها موجود إلاستيك فايبرز يعني بالكونكتيف تيشو بداخل لامينا بروبريا بداخل هذه الفوس شكو للخارج اكو ابيثيليوم ستراتيفايد ابيثيليوم للداخل اكو كونكتيف تيشو يحتوي على إلاستيك فايبرز وهاي تعطي فليكسيبيليتي تحرك هذه الفولتس اوكي وايضا شو تحتوي على فوكالس ماسلز هي هذه تسمى فوكال كورس فتسمى المصل فوكالس ماسل هي عباره عن سترايتد ماسل فايبرز يعني شو سترايت يعني إرادية تتحكم بها طلاب تتحكم في هذه العضلات لعلو الصوت لانخفاضه تتحكم به أوكي طلاب عرفنا فإحنا عرفنا كل واحد من هذه الفولتس اللي موجود خلال تخترق المنطقة اللومن of the larynx متكونة من الحبال الصوتية الأعلى هي كاذبة تسمى vestibular folds الحبال الصوتية اللي الترو فوكال كوردز اللي تكون مسؤولة عن الفونيشن طلاب مسؤولة عن الصوت طلاب تكون the lower pair أوكي عرفنا كل واحدة مكوناتها واضح طلاب لحد أسا أكو عندكم أي سؤال واضح دكتورة واضح إن شاء الله زين نيجي طلاب بعض اللارينكس الحنجرة تجي منطقة التراكيا التراكيا طلاب عادة الأبيثيليوم التراكيا طلاب عادة لايند التراكيا قصبة هوائية إذا مداخلها قصبة هوائية يعني شنو مداخلها أكو طلاب لومن فهذا اللومن عادة تكون القصبة الهوائية lined by respiratory mucosa يعني epithelium لا منها بروبرية بس هنا شو يسمى respiratory epithelium يعني شو respiratory epithelium قلنا عليها يعني الأبيثيليوم هي عبارة عن pseudo stratified ciliated epithelium with goblet cells وتحتوي على خمس أنواع من الخلايا ودرسناها وعرفنا كل واحد من additional function مالتها وشكلها للداخل اكو لامينا بروبريا لامينا بروبريا يحتوي على لينفويد نوديولز طبعا هذا السكشن اوف تريكيا حشوفوه بالمختبر طلاب حشوفون سودو ستراتيفايد ابيثيليوم لامينا بروبريا يشوفون بها بعض اللينفاتيك نوديولز وطلاب احنا ويحتوي هذا اللامينا بروبريا على الاستيك فايبرز
إلاستيك فايبرز. زين طلاب، هذه إلاستيك فايبرز كوندنس يعني تتكثف، تكون إلاستيك ميمبرين يفصل اللامنة بروبرية من الكونكتيف تيشيو اللي تحته. فالكونكتيف تيشيو من انفصل يصير اللي فوق هو لامنة بروبرية، اللي تحته يسمى سابميكوزا. أوكي زين، إحنا عندنا عادة لامنة بروبرية درسنا إنه لامنة بروبرية أوف ريسبيرتوري إبيثيليوم تحتوي على سيروميوكوس جلاند، تعمل على ترطيب وإفراز الميوكوس كبروتكشن كترطيب للإبيثيليوم. هنا إيش راح يصير؟ من يصير إلاستيك فايبر كوندنس شو يعمل؟ يعمل على سحب فصل السيروميوكوس جلاند، تنزل للتحت، تنزل المنطقة السابميوكوزا. عرفنا طلاب؟ واضح إن شاء الله؟ تنزل المنطقة السابميوكوزا. فالسابميوكوزا هي كونكتيف تيشيو وإلاستيك فايبرز، وأيضا تحتوي على سيروميوكوس جلاندز. الإفرازات اللي خارج تعمل على ترطيب، على بروتكشنز فور ذا إبيثيليوم. زين عندنا بعدين شنو؟ عندنا طلاب هايلين كارتليج. هايلين كارتليج موجود ان تريكيا، يعطي دعامه شكل يمنع كولابس اوف ذا تريكيا. زين طلاب، فلكن هاي شكله شلون يكون؟ يكون سي شيب، يعني مغلق تماما من الامام الى للخلف، نهاياته ما تكون متصله مع بعض، تكون موجوده. احنا مو هنا تريكيا موجود المصل، شو تسمى؟ تريكيالس مصل. اوكي، متكون هنا هذه المصل تربط بين النهايات. السي شيب اوف ذا هايلين كارتليج هو عباره عن سموث مصل فايبرز، وسمى تريكيالس مصل. ليش طلاب هاي؟ لان عمليه البلع، لان خلفه للخلف للامام هو التراكي، للخلف منطقه العنق. طلاب شو موجوده هنا؟ موجود للخلف من التراكي موجوده الاسوفاجس. اسوفاجس عند بلع الاطعمه، يعني عند البلع طلاب، حتى لا يؤدي الى اني يعني تضييق فور ذا تراكي. فعند البلع، عند البلع بواسطه الاسوفاجس، هذه البلع الطلاب شي يسوي؟ يعمل على تمدد الاسوفاجس. فهنا شي يصير؟ ياثر على التراكيا. فهنا هذه المصل شو تسوي؟ تتمدد، فما تاثر على انه عند بلع الاطعمه يعمل على انه كولابس فور ذا تراكيا، لان شنو هنا؟ اكو عندنا مصل تتمدد. اوكي طلاب واضح؟ زين التراكيا طلاب بالاخير، عندنا طلاب التراكيا عاده تكون covered by the adventitia fiber elastic connective tissue. يعني two organs trachea و esophagus، إذا لازم بيناتهم connective tissue adventitia، يكون كبارير between them، ويعتمد أيضا على تثبيت كل جزء من عدهم في مكانه. زين طلاب، عندنا التراكيا طلاب تتقسم إلى قسمين. التراكيا تتقسم إلى قسمين، هذا طلاب تسمى extra pulmonary bronchi، يعني البرونكاي القصبات الهوائيه اللي تكون، القصيبات الهوائيه اللي تكون خارج اللانج، يسموه extra pulmonary. هذا التعبير تابع للرئه، extra pulmonary يعني خارج منطقه الرئه. زين طلاب، فتراكيا تتقسم divided for two bronchi، كل واحده من عندهم تسمى primary bronchus. برايمري برونكاس ديفينتلي تحتوي على نسيجياً the same as the trachea، the same as trachea. لكن شنو الاختلاف؟ الاختلاف اللي يكون إنه الكارتليج يكون completely encircled the bronchus، الكارتليج اللي تحتوي يكون دائري تماماً دائري مغلق، يعني مو يكون مثل trachea C-shape ويكون يرتبط من الخلف باي تراكيالس مصل. لا، هنا تكون طلاب عبارة عن completely encircle the bronchus، الكارتليج تماما يكون circle in shape. زين طلاب، البرايمري برونكاي تدخل إلى منطقة اللانج، وبدي تتفرع إلى secondary تفرعات ثانوية and tertiary تفرعات ثالثية، يعني ثالثية تفرعات ثانوية تفرعات تبدي تتفرع. زين طلاب، فنبدي ندرس داخل اللانج، حنشوف هذا السكشن داخل اللانج، حتاخذوها منين ان شاء الله بالمختبر طلاب، وحشوف شلون نعرف انه هذه secondary bronchus او تسمى lower bronchus والtertiary bronchus. شلون نميزهم طلاب؟ عاده اثنيناتهم طلاب شلون نميزها؟ نميزها طلاب انه respiratory epithelium وسود stratified epithelium، بس عادة الجوبل سيلز هنا تكون شون أقل. زين تبدي تقل من تدخل داخل الرئة، واللامنة بروبرية تكون كمية اللامنة بروبرية كونكتيف تيشيو أقل. هنا حنيجي، هنا حنشوف جزء إضافي جديد بمنطقة البرونكاس بداخل الرئة،
نضاف لنا جزء جديد هو السموث مسل فايبرز، تكون سبايرلي ارينج يعني مثل السبايرل تحيط بالبرونكس. زين طلاب، هذه السموث مسل فايبرز تفصل الكونكتيف تيشيو عن اللامينا بروبريا من الكونكتيف تيشيو اللي تحتها، فالكونكتيف تحتها شيء يعتبر سب ميوكوزا. فاذا عندنا الميوكوزا هنا شو تتكون؟ تتكون من ابيثيليوم لامينا بروبريا وعندنا سموث مسل فايبرز. السب ميوكوزا طلاب، السب ميوكوزا يحتوي هنا كونكتيف تيشيو وذ الاستيك فايبرز، ويحتوي ايضا على سيرو ميوكوس جلاند، بس ايضا تبتدي تقل. هاي سيرو ميوكوس جلاند بعض طلاب، هاي سيرو ميوكوس جلاند. زين، وهنا مميز بداخل اللانج من اشوف طلاب، من اشوف هنا عندي سموث مسل فايبرز بدات تظهر، لكن عندي فد ميزه مهمه اقدر ابيز انه هذا سكندري او تيرشري برونكاس. ابدي اشوف الكارتليج تبدي تصير قطع، بليتس discontinuous plates تحيط اللومن. من أشوف هذا الشكل هذا أعرفه، من أشوف هذه القطع أقول عليه هذه secondary bronchus أو tertiary bronchus. أوكي طلاب، وهذه الكارتليج شوفوها قطع تحيط اللومن، وأدفنتيشيا وفايبرو إلاستيك فايبرز تحيط كل البرونكس. فهذه من أشوف هذه القطع داخل اللانج أقول هذا secondary أو tertiary bronchus. أوكي طلاب، واضح إن شاء الله؟ واضح شلون الميزة؟ من أشوف هذه القطع قطع داخل اللانج داخل النسيج اللانج أقول عليه هذا شنو طلاب؟ أقول عليه هذا secondary bronchus or tertiary bronchus. واضح طلاب؟ إن شاء الله واضح؟ واضح دكتور. نعم. زين طلاب، نجي ال tertiary bronchus tertiary يبدي يتفرع أكثر يتحول إلى bronchiole. برونكيول، أسا إحنا شو بدنا نقول؟ برونكيول، وصلنا منطقة كنا نقول برونكس، أسا طلاب بدينا نبدي تعبير برونكيول، هذه البرونكيول إلى أخيراً توصل إلى مرحلة التيرمر برونكيول، تيرمينال النهائي، هذه تعتبر شعيبات قصيبية صغيرة جداً طلاب. شنو هنا التفصيل اللي حيصير؟ First of all طلاب، إحنا الميكوزا أيضاً طبعاً كميوكوزا لومن أكيد يبطن اللومن، أي مقابلة يكون هذا اللومن مقابلة يكون ميكوزا يعني أبيثيليوم لامينا بروبريا. الأبيثيليوم طلاب هنا إحنا عندنا بالترشري بالسكندري وترشري برونكاس تتكون من سودو ستراتيفايد أبيثيليوم. ممكن لكم يقل يتحول برونكيول تفرعات أصغر بالتيرمينا برونكيول. الجزء المرتبط كلش التيرمينا برونكيول يكون اللارج الكبير البرونكيول شوفوا سودو ستراتيفايد ابيثيليوم، لكن كل ما نبدي نصغر يبدي يصغر بالديستال بارت مالته شي يبدي يتحول الى سيليتد سمبل كوليمينار ابيثيليوم، وهذا حشوفوه بالمختبر طلاب. هذا السلايد، شوفون سلايد سكشن اللانج وشوفون بداخله، شوفون السكندري، شوفون التيرمينا برونكيول بالضبط هذا شكله. شو نشوفه؟ الأبيثيليوم هنا يتحول من سودو ستراتيفايد يتحول إلى سيليتد سيمبل كوليمينار، أو يتحول كل ما يكون بالديستال بار يتحول إلى سيليتد كيبويدال أبيثيليوم. كيبويدال أبيثيليوم وهذه تكون قصيبات شعيبات هوائية صغيرة جدا. فهنا بعد ما احتاج there is no goblet cells. ليش؟ لأن أني ميوسين حينفرز من الgoblet cells هنا حيسد لي هذه الممرات الهوائية الضيقة جدا. زين طلاب الصغيرة جدا، فطلاب هنا بعد ما احتاج goblet cells احتاج هنا ciliated simple columnar epithelium، وقلت لكم كل ما يبدي يصغر يتحول إلى ciliated cuboidal epithelium. فإذا أنتوا شفتوا بالمختبر simple columnar أو cuboidal epithelium it's okay. زين طلاب، بس here there is no goblet cells. زين، بدال goblet cells طلاب شنو نشوف هنا؟ احنا عندنا سيليا هي عبارة الابيثيليوم متكون لعد بدال goblet cells اكو خلية ثانية حتكون يسموها clear cells. فاذا الابيثيليوم متكون من نوعين من خلايا، اول واحد هو الciliated اللي يكون simple columnar epithelium او low columnar او يتحول الcuboidal ويكون ciliated cells، واللخ الثانية اللي تكون non-ciliated cells هي عبارة عن clear cells. clear cells طلاب شنو clear cells؟ هي عبارة عن خلايا شكلها يكون club cells أو dome shapes، يكون شكلها بيضاوي طلاب، وتحتوي على microvilli. وهذه الخلايا مهمة جدا إنه تفرز طلاب شنو؟ أول شيء هي تعتبر custom cells. custom cells يعني أي damaging يصير للخلية البقية، تصير للخلايا السيليتي simple columnar epithelium أو الcuboidal epithelium سواء كان هذا النسيج أو هذا طلاب
مراحل صغيره جدا يتحول البرونكيول الى سيلياتي كوبويدال ابيثيليوم. فالكلارسيلز تعوض اي دامج ذات اكافو ذا ابيثيليوم. وثاني شيء واهم شيء هذا الطلاب هنا انه هي تفرز ماده ليبوبروتينز، يعني تحتوي على بروتينز وفوسفوليبيدز يسموها سيرفاكتنت بروتينز. هذه تكون مثل منطقه مثل فد بروتينات، يعني تكون مثل فد ماده زيتيه. شو تعتمد خلال اكسبريشنز، خلال يعني خلال الزفير استنشاق الهواء تنمي الرئه بالهواء، الزفير لا كل الهواء يخرج من، حتى ليصير طلاب شنو كولابسينج فور ذا وومن، ما تلتصق مع بعض الأبيثيليوم يلتصق مع بعض وتضيق الممرات الهوائية. فطلاب هاي سيرفاكتن بروتين مهمته. بعدين طلاب تحتوي أيضا على النيورو إندوكراين سيلز. النيورو إندوكراين سيلز يعني شنو قلنا عليها، يعني إندوكراين سيلز تفرز هرمونات سكريشن، وهي مواد تكون شبيهة بالمواد تنفرز من النيورونز. فهذه الهرمونات تنفرز بالأبيثيليوم أو الترمينال برونكيولز اللي هي واحدة من الخلايا اللي مكونة إلها اللي تسمى نيورو إندوكراين سيلز. السيكريشن مالتها ريجوليت ذا إيرواي دايليتيشن والكونتراكشنز أوف ذا إيرواي أوف ذا لومن الموجودة به، وأيضا يعني تأثر على سموث مسل فايبرز، وأيضا تأثر على الفاسكولار كاليبرز الموجودة إن لامينور بابريا، متحتوي على البلود فيسلز، فهي تأثر على قطر هذا البلود فيسل بهذه السيكريشنز بهذه الهرمونز. طلاب اللامينور بروبريا رجن إلاستيك فايبرز، هذا يعمل على increase the flexibility for the lumen and there's no lymphatic nodules. طلاب احنا بنشوف الابيثيليوم ونشوفه متعرج بهالطريقه، ليش؟ لان هنا بعد ماكو كارتلج يعطي هيكليه، يعطي شكل الهيكل الكامل اللي يمنعه من يمنع يعني يعطي الهيكل الشكل كامل يكون سبورتينج. فسموث مسلز مجرد اني كونتراكشن فور سموث مسلز بين الابيثيليوم بالطريقه المتعرجه. زين عندنا اللامينوبابريه هي تحتوي على طبعا الاستيك فايبرز بلاد كابيلاريز وذير از نو ليمفاتيك نوديولز، ذير از نو ليمفاتيك نوديولز هير. فاحنا نشوف انترنال برونكيول طلاب ذير از نو جوبل سيلز، ذير از نو ليمفاتيك نوديولز. ونشوفه طلاب نشوف هنا سموث مسل فايبرز تحيطه، سموث مسل فايبرز بروميننت هير، يعني يكون فيري بروميننت هير نشوفه بشكل واضح. وذير از هير ذير از نو كارتليج ذير از نو جلانز، يعني هنا بالضبط تشوفوا هذا السلايد تشوفوه من المختبر، تشوفون هذا الشكل اللي تشوفوه هذا هو التيرمينال برونكيول عباره عن ابيثيليوم الامينوبروبريا كلش قليله كونكتيف تيشو ويحيط بيها سموث مسل فايبرز تكون فيري بروميننت، يعني كلش واضحه تحيطه. وما اشوف لا كارتلج لا اشوف غضروف ولا اشوف جلانس نهائيا ماكو هنا. فهذا الجزء هو التيرم يكون لاين باي سمبل كوليمينار سيليتد ابيثيليوم اور سمبل سيليتد كوبويدال ابيثيليوم. هذا الجزء هو التيرمن برونكيول، هو اخر جزء من من شنو من الكوندكتينج بورشن، وعادة يربط بين الكوندكتينج بورشن وبين الريسبيراتوري بورشن، وهذا الجزء الأخير آخر جزء يوصل الهواء فقط، يعني هنا there's no gas exchange. وأشوفه بالضبط هذا الشكل، تشوفوا هذا الشكل رقم 8 هذا بالضبط أشوفه بهالشكل، أشوفه بهالشكل أو أشوفه بداخل سوري أو أشوفه بهالشكل داخل الـ داخل الـ السلايدات اللي حشوفوها إن شاء الله بالمختبر. والأبيثيليوم شلون أشوفه متعرج، لأن عادة contractions أو smooth muscle fibers اللي حيطه تعمل على تعرج هذا الأبيثيليوم، وهنا أنا ماكو كارتليج يعطي تعامل وتشكل للبرونكيول، فعادة الأبيثيليوم تكون بهذا الشكل المتعرج. نشوفه بهذا الشكل أو نشوفه الشكل الثاني طلاب أشوفه بالشكل هذا داخل سلايدات المختبر. زين من التيرمينال برونكيول وش راح ندخل؟ حندخل لأول منطقة من الريسبيراتوري بورشن اللي هي شو تسمى؟ تسمى الريسبيراتوري برونكيول. هذا أول جزء من الريسبيراتوري بورشن هي الريسبيراتوري برونكيول. زين الريسبيراتوري برونكيول هي منطقة تكون بين الكوندكتينج اند ريسبيراتوري بورشن، هي تربط بيناتهم. زين هاي شلون نميزها هذا داخل المختبر؟ بالضبط هذا السلايد داخل المختبر شلون اشوفه؟ شفنا التيرمينال برونكيول شلون يكون، هذا التيرمينال برونكيول اشوف ابيثيليوم ويحيطه بشكل كبير السموث مسل فايبرز.
نبدي هذا المقطع، هذا المؤشر عليه باللون الأخضر طلاب، هنا مكتوب عليه respiratory bronchioles، هذه الممرات الهوائية شلون تبين؟ شلون أميزها؟ أميزها بداخل المختبر إنه شلون أشوف؟ أشوف هذا ممر هوائي هو lined by simple ciliated cuboidal epithelium. lined by simple cuboidal ciliated epithelium، وعادة هذه السيليا كل ما أدخل الداخل تبدي تختفي، يبقى بس simple cuboidal epithelium. زين طلاب؟ زين. وعدنا طلاب وذ طبعا السمبل كوبويدال ابيثيليوم يعني شيء يحتوي على كوبويدال سيلز ويحتوي على كلارا سيلز هنا أنا. زين وعندنا طلاب هذه السمبل كوبويدال ابيثيليوم بس شوف خلال يخترق خلال هذه الريسبيرتوري برونكيول خلال الجدار يتواجد الفيولوس. الفيولوس يعني حويصلات هوائيه، يعني هنا يحصل غاز اكستشينج. فنشوف هنا شنو سمبل كوبويدال ابيثيليوم يدخل الداخل، تشوفون هذا كانه نص دائره، هاي حويصله تكون هاي نص دائره الثانيه يصعد يصير سيليتد، هاي السيليه هنا سيليتد سمبل كوبويدال، ينزل الداخل يصير حويصله. هذه الحويصله طلاب هي الالفيولوس، المفرد مالتها الالفيولوس تكون lined by سمبل سكويموس ابيثيليوم فلاتند سمبل سكويموس ابيثيليوم. فهنو هاي ممرات الهوائية ما نشوفه داخل المختبر، شو نشوفه جزء من عندها simple cuboidal epithelium، ننزل simple squamous epithelium، نصعد simple cuboidal epithelium، ننزل الالفيولوس، لأن يخترق الجدار مالته يخترق الالفيولوس، يخترق حويصلات هوائية، نلقي هنا line by simple squamous epithelium. فهذا الانتربشن، هذا نعرف إنه من نشوف هذا الانتربشن نعرف إنه إحنا دخلنا منطقة respiratory bronchioles. عادة هذه الأبيثيليان supported by smooth muscle fibers قليلة جدا، thin smooth muscle fibers وelastic connective tissue نشوفها قليلة. زين طلاب، زين بعض طلاب هذا عندنا هنا respiratory bronchiole باعوا هذا line by simple cuboidal وخلاله يخترق شنو طلاب؟ يخترق الفيولوس. فقسم من عنده يكون simple cuboidal، قسم من عنده simple squamous epithelium that lining the alveoli. زين بعد الريسبيرتوري برونكيول شنو ندخل الالفيولار داكت. الالفيولار داكت طلاب هو عباره عن ممر الفتحات اللي تدخل للالفيولار ساك، هذه الفتحات اللي تدخل للالفيولار ساك، هاي الالفيولار ساك مجموعات من الحويصلات مجمعه بتجمع واحد يسمى الالفيولار ساك. الفتحه اله عاده هاي الفتحات اله تكون هي تسمى الالفيولار داكت، وعاده تكون lined by simple squamous epithelium simple squamous epithelium. الممر اللي هيكون simple squamous epithelium. زين نيجي لمنطقة الفيولار ساك. الفيولار ساك هاي تشوفوها الدوائر نصف دوائر طلاب، هاي كل واحدة من عندها تسمى الفيولوس حويصلة، مجموعها تسمى الفيولاي كتجمع كامل بضمن تجمع واحد يسمى الفيولار ساك. هذا ساك، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. زين طلاب، زين فعندنا هنا الالفيولار ساك مين متكون طلاب؟ متكون من الالفيولاي، كل واحدة من عندكم تسمى الالفيولوس، وهذه الالفيولوس تكون لاين باي سمبل سكويموس ابيثيليوم. ويفصل بتوين هذه الساك يفصل شنو طلاب؟ بتوين هاي الالفيولاي يفصل كونكتيف تيشيو. هذا الكونكتيف تيشيو يحتوي على كابيلاريز بالموناري كابيلاريز، فعملية التبادل الغازي اللي يكون بين البلاد الموجود بالكابيلاريز وبين الهواء الموجود داخل الالفيولوس يحصل عن طريق شنو؟ يحصل عن طريق هذه المنطقة، عن طريق الالفيولوس. simple squamous epithelium تخترق تدخل endothelium of the capillaries to the blood. اوكي؟ زين. عندنا طلاب هذه الالفيولوس عادة تتكون flat simple squamous epithelium يتكون من نوعين two types وتسمى alveolar cells type 1 واكو alveolar cells type 2 أو تسمى pneumocyte type 1 أو pneumocyte type 2، اثنيناتهم صحيح. يجي هاي طلاب المنطقة هاي المنطقة نعتبر هاي جزء من هذا الالفيولوس، جزء من الالفيولوس، هاي جزء ثاني من الالفيولوس، هذه الالفيولوس الثالثة، وبيناتهم يفصل connective tissue. فهذه الالفيولوس طلاب هن نصور هذا المؤشر اللي شوفوا طلاب بدي أشر عليه، صوروا هذه نصف دائرة للالفيولوس، هذه واحدة من الحويصلات الهوائية، صوروها تخيلوها بهالطريقة. فهاي lined by simple squamous epithelium. واحدة من عندهم هي type 1 اللي تكون تقريبا 90-95% من الحويصلات هوائية مبطنة بالنيموسايت type 1 وهي المسؤولة عن الغاز exchange، يعني الهواء اللي موجود بهذه الحويصلات عن طريق diffusion with this pneumocyte type 1 يدخل وين؟ يدخل
للإندوثيليوم. من الإندوثيليوم، الإندوثيليوم شنو طلاب؟ إن الإندوثيليوم هو simple squamous epithelium اللي يبطن الكاب، يبطن blood vessels يسموه إندوثيليوم. فيدخل من هذا simple squamous epithelium نيموسايت تايب 1 يدخل وين؟ للكابيلاريز عن طريق الإندوثيليوم بطانة الكابيلاريز إلى البلد. يدخل طلاب الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون. زين، وهذه عبارة عن الأبيثيليوم، هذه تكون مرتبطة مع بعضها طلاب بتاي جانكشن، تاي جانكشن. والكابيلاريز الموجودة هنا أيضا هي عبارة عن شلون تكون، هاي نوع من يانو اللي درسناه بالكارديوفاسكولار سيستم، تكون continuous capillaries. يعني شنو continuous capillaries؟ يعني الإندوثيليوم الموجود بيها يرتبط مع بعض sealed by tie junction، يرتبط مع بعض ارتباط كامل، ويتواجد يستند على basement membrane، continuous basement membrane يحيط كل الكابيلاري. زين، هاي بالنسبة للtype 1 نيموسايت type 1. نيموسايت type 2 طلاب، هذه نيموسايت type 2 تعتبر يعني نسبتها 5-10% موجودة lining the alveoli، وتعمل كستم سيلز. يعني أي داميجينج يحصل للنيموسايتس، داميجينج يحصل للنيموسايتس مثل أي فيروس أي بكتيريا طلاب، تعويض يكون للنيموسايت تايب 1 يكون عن طريق نيموسايت تايب 2. زين طلاب، نيموسايت تايب 2 وتعتبر كستم سيلز. والشيء الثاني اللي هي تسوي انه هي سكريت بالمونري سيرفاكتنت. يعني شنو تفرز؟ تفرز مواد لايبوبروتينز تحتوي على فوسفوليبيد، تعتبر كمنطقه مثل الزيت، زيت اللي يرطب كل اللي يزيد كل الابيثيليوم، فيعمل على شنو؟ بريفنت ذا كولابس اوف ذا الفيولاي ثرو ذا اكسبيريشن. زين، عندنا طلاب، عندنا قلنا هذا الفيولاي، هذا الفيولار ساك، الفيولار ساك، الفيولاي، الفيولاي بيناتهم اكو كونكتيف تيشو يحتوي، يسمى انتر الفيولار سبتم، انتر الفيولار سبتم. اوكي طلاب، انتر الفيولار سبتم هو عباره عن كونكتيف تيشو يكون الفاصل بين الفيولاي ساك، بين الفيولاي، بين الفيولار ساك. هذا ال انتر الفيولار سبتم طلاب يحتوي على شنو؟ يحتوي على كابيلاريز، اوكي، وهذه الكابيلاريز تكون continuous capillaries. يحتوي على elastic fibers and reticular fibers. وهذه الفايبرز طلاب ما دام موجوده عندنا elastic fibers حتى تعمل على توفر فد flexibility elasticity for the alveoli، مطاطية للالفيولاي خلال الشهيق والزفير. إذا ما دام موجود elastic fibers، إذا تحتوي طلاب على شنو؟ على خلايا تفرز هذا elastic fibers، فإذا تحتوي على interstitial fibroblast اللي تفرز هذا الفايبرز، يتكون هذا الفايبرز. زين طلاب، وأيضا شو تحتوي؟ تحتوي على macrophages. مايكروفاج، نعم مايكروفاج تنتقل بين الكونكتيف تيشو حتى خلال تدخل داخل الالفيولاي. زين طلاب، فهاي المايكروفاج تعتمد على تمد، بس تلقي يعني بعض الداست، بعض مثلا فور الكربون بارتيكلز تدخل لي يستنشقوها السموكرز، ال مثلا داست، غبار طلاب، any contamination any contamination any infection by bacteria or viruses. تعمل هذه الماكروفاجز، تعمل باي سودوبوز، تمد اقدام كاذبه طلاب تلتهم هذه البارتيكلز، سواء كان كاربون بارتيكلز from smoking from dust. فشو يسمى طلاب؟ تسمى dust cells. الماكروفاجز طلاب، شنو هي الماكروفاجز؟ هنا الماكروفاجز تسمى dust cells، هي نفسها طلاب ال هي المونوسايتس، المونوسايت الموجودة، نوع من الخلايا الموجودة يسموها المونوسايتس الموجودة بداخل البلد، نوع من الخلايا الموجودة بداخل البلد اللي هي تسمى المونوسايتس. فالمونوسايت طلاب من تدخل تهاجر للأنسجة تصبح لها تسميات مختلفة. داخل اللانج تسمى داسيل، عندنا درسناها بداخل الموجودة الليفر، ماكروفاجز الموجودة الليفر سموها كفر سيلز. زين طلاب،
اللي موجودة in بالجهاز العصبي المركز central nervous system، شو تسمى طلاب in the brain، شو يسموه microglia، موجودة in bone، شو يسموها الماكروفاجز، ما يسموها osteoclast. فهي عبارة كلها هاي هي origin واحد، إلها منشأ واحد، هي المونوسايت من ضمن الخلايا، المونوسايت من ضمن الخلايا الوايت بيسيس الموجودة، وين موجودة in blood، لكن من تهاجر للأنسجة تصبح لها تسميات أخرى. فإحنا هنا أنا ضروري تعرفون إنه بالله أن in the lung الماكروفاجز الموجودة in the septum between the two alveoli تسمى طلاب تسمى dust cells. dust cells هاي حتى موجودة in alveoli، يعني تنتقل من ال connective tissue لل alveoli. بعض الحالات من تكون في التلوث أغبرة دخان طلاب، فالإنسان يبدي شي يصير يبدي يقح بشكل عالي، فهاي الماكروفاجز تبدي تلتقط كل الكربون بارتيكلز كل الدست، تبدي تنتقل خلال الالفيولاي حتى تصعد المنطقة التيرمينال برونكيول عن طريق السيليا، وعن طريق السيليا تنتقل خلال مجرى التنفسية وخلال القحة العالية تخرج معه، تخرج خلال السبيوتام، حتى خلال السبيوتام اللي يكون موجود أي مخرج تنفسي أي مخرج تخرج معه الماكروفاجز، أوكي to the outside. زين، عندنا هنا عندنا طلاب، أريد أقول لكم إنه بالكونكتيف تيشيو الموجود السبتم هاي انتر الفيولار سبتم، بعض الأحيان التيرمينال برونكيول تنسد باي أني انفكشن، تنسد طلاب، فهاي الالفيولاي يعني معناته ما يوصل إلها ما يوصل هواء كافي إلها. فبين السبتم هاي الموجود السبتم بتوين الفيولاي أكو بورس، أكو ثقوب يسموها بورس أوف جون، طلاب هذه البورس تعمل على communication between the alveoli. فإذا منطقة انسدت عندها terminal bronchial أو انسد عندها البرونكيول الخاص بهاي الالفيولاي ينتقل الهواء من الالفيولاي من الالفيولار ساك الثاني اللي يكون مجاور لها، فتعتبر هذه البورس الموجودة in inter alveolar septum، هذا السبتم تعتبر communication from adjacent alveoli و called pores of cone. زين، عندنا اللانج عموما، اللانج covered by سيروزا، covered by شنو طلاب بيريتونيال by سيروس بيريتونيال، والسيروس بيريتونيال هو عبارة عن connective tissue يحيطه من الخارج simple squamous epithelium يسمى mesothelium، mesothelium with the connective tissue يسمى سيروزا أو يسمى سيروس ساكس أو يسمى الاناتومي يسمو سيروس بيريتونيوم، أوكي يحيط وين؟ يحيط اللانج. عندنا شيء ثاني مهم طلاب لازم تعرفوه، إنه there is blood air barrier. blood air barrier يعني شنو blood air barrier؟ يعني فد barrier فد حاجز يمنع الفلويد تنتقل من blood إلى خلال الالفيولاي، مجرد هواء ينتقل ما ينتقل fluid from the blood to the alveoli خلال عملية التبادل الغازي. الصورة طلاب هذا الرسم اللي جوا طلاب هاي الالفيولاس وحده ينتقل شنو هذا البارير مين يتكون، هذه الالفيولاس قلنا عليها تكون لايند مبطنة بسيمبل سكويموس ابيثيليوم، قلنا نيموسايت 1 نيموسايت 2 وعادة تستند على بيسمنت ميمبرين، اوكي هذا الغازات تنتقل عن طريق الديفيوشن من خلال السيمبل سكويموس ابيثيليوم اوف ذا الالفيولاي of this alveolus to the شنو للكابيلاريز الموجودة بالconnective tissue septum. okay فهذه الكابيلاريز شنو موجود بيها، هذه capillaries lined by endothelium، احنا قلنا شنو الاندوثيليوم هو simple squamous epithelium lining the blood vessels، فهاي الكابيلاريز يحتوي بيها التبادل الغازي تكون lining by endothelium، وهذه الاندوثيليوم ايضا تحتوي على basement membrane، والكابيلاريز هنا شنو نوعه continuous capillary، ودرسنا بالcardiovascular system انه continuous capillary يعني عبارة عن endothelium sealed كلش متقاربة مع بعض sealed by tight junction، اوكي وايضا تستند على continuous basement membrane، فbasement membrane من خلايا الاندوثيليوم، بيسمنت ميمبرين من الخلايا الموجودة بالنسبة للنيموسايتس اللي تبطن الالفيولاس، هذه طلاب يعتبر كحاجز، وخلايا بالنسبة للالفيولاس نيموسايت 1 نيموسايت 2
هذا أيضا كحاجز، وأيضا الإندوثيليوم، الإندوثيليوم المتبطن، الكابيلاريز الكونتينيوس كابيلاري زين طلاب أيضا يعتبر حاجز، حاجز against شنو prevent any fluid from plasma fluid تنتقل طلاب المين تنتقل من الكابيلاريز to the to the air in the alveolus. فما يصير هناك prevent mixing between the air and the blood، يعني ما يصير mixing بين الهواء والبلاد الموجود بالكابيلاري، لأن أكو بيناتهم حواجز تشمل خلايا وتشمل أيضا basement membrane. زين طلاب، إحنا لهنا إن شاء الله خلصنا محاضرتنا لليوم. أي سؤال طلاب؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. أنا بدأت ممكن تعيدين الفوكال كورد؟ نعم طبعاً. أوكي. نعم طلاب. طلاب بالنسبة. طلاب إحنا عندنا اللارينكس الحنجرة هي فت ممر أيضاً ممر للهواء وأيضاً لإصدار الصوت. زين طلاب، فهذا اللارينكس الحنجرة عادة جدارها يحتوي على هايلين كارتلج. هايلين كارتلج يعطي فت هيكلية فت دعم سبورت لللومن of the larynx يمنعها إنه any collapsing occur for the lumen of the larynx. وأيضا طلاب عندنا بداخل اللومن، طلاب داخل اللومن، طب نشوف هسه هاي اللحظة داخل اللومن، شوفوا طلاب هاي اللارينكس داخل اللومن تمتد من عندها طيات ترتبط من الابيثيليوم على طول، على طول اللارينكس، على طول شنو طلاب اللومن of the larynx. هذه الفولتس طلاب upper pairs زوج للأعلى والجانب زوج للأسفل upper pairs ولور بيرس، هذه طلاب تسمى الحبال الصوتية. زين، هذه الحبال الصوتية طلاب باعوا هنا أنا ماخذين مقطع طولي، هاي مقطع طولي للحبال الصوتية، تصوروه هذا مقطع طولي أخذوه، هذا مو مقطع عرضي، مقطع طولي ماخذين، فيبين هنا الجدار وبين جزء من الفولس فوكال كوردز الأبر بيرس والجزء اللي أسفل اللي يسموها الحبال الصوتية الكاذبة اللي يسموها فيستبيولار فولس. هذه شنو طلاب؟ هذه هي ما مسؤولة عن الصوت، هذه موجودة للأعلى وتكون عادة تكون هذه شنو طلاب عادة مبطنة يعني covered by epithelium. بس شنو هذا الأبيثيليوم؟ pseudo stratified epithelium. زين طلاب، وداخلها داخل core of these folds تحتوي على شنو؟ تحتوي على lamina propria of connective tissue، وهذه تحتوي على ميوكوسيرس. بعض طلاب هاي ميوكوسيرس جلانس، اوكي ميوكوسيرس جلانس شي يسوي هاي السيكريشن مالته، تفرز منها سيرس سيكريشن اند ميوكوس سيكريشن، فشي تعمل؟ تعمل على التقاط اتربه داس بارتيكلز التقط هنا، ويعمل ايضا على شنو؟ على ترطيب لهذه المنطقه وبروتكشن للابيثيليوم، وايضا طلاب قلنا عليها moistening for the ear، يعني عملت حتى يسوي moistening for the ear. هاي كلها بالنسبة طلاب شنو false focal cords اللي يسموها vestibular folds، هاي اللي الأعلى. زين طلاب، وهاي عادة covered by pseudo stratified epithelium. للتحت للأسفل من عندها طلاب تحتوي على lower pair. lower pair هاي lower pairs يعني زوج من الحبال الصوتية اللي تكون هي الأساسية، هي المسؤولة عن الفونيشن. زين طلاب، هي تسمى two focal cords. هذه طلاب، هذه الحبال الصوتية الأساسية الحقيقية اللي هي تهتز وتصدر الصوت طلاب عادة تكون covered by، ما نحتاج هنا pseudo stratified epithelium لأنه يكون طبقة بسيطة، إحنا هنا محتاجة حتى protect هذه، نحتاج فد epithelium يكون قوي، epithelium عدة طبقات، فهنا الابيثيليوم يكون stratified squamous epithelium. ليش؟ حتى أحمي هذه الفوكال كورد from aberrations اللي caused by vibration، يعني شنو؟ من أي احتكاك يكون خلال اهتزاز هذه، يكون من اهتزاز لإحداث الصوت، اهتزاز هذه الحبال الصوتية بمرور الوقت بالاحتكاك يؤدي إلى aberrations for these vocal cords. فأني حتى أحميها شنو الطلاب؟ حتى تحمي طلاب فقدرة الله إنه covered by stratified squamous epithelium. زين، داخل هذه الكوردز
هذه الحبال الصوتية للخارج stratified epithelia، للداخل اللامينا بروبريا هنا أنا ما نحتاج طلاب there's no glands، يعني هنا أنا ما محتاجة ميوكس سيروس جلانس، أنا ما محتاجة هنا حتى هذه المنطقة تحتوي على ميوكس وبالتالي الأتربة particles تلتقط عليها تلتصق، فأني أحتاج هنا شنو بداخل هذه الكور، داخل الكور هذه of these two focal cords إيش موجود طلاب؟ موجود لقدرة الإلهية موجود إلاستيك فايبرز، وإلاستيك فايبرز طلاب هاي تعمل على شنو؟ السيد مطاطية فليكسيبوليتي تحرك المرن طلاب لهذه الترو فوكال كوردز، وأيضا شو تحتوي طلاب؟ تحتوي على سترايتد مسل فايبرز، هي مو سموها فوكال كوردز فهنا شو يسموها فوكالز مسل، هي تعتبر هي هاي شنو سترايتد مسل فايبرز؟ عضلات إرادية هيكلية إرادية التحكم بها طلاب لإصدار الصوت. واضح طلاب لحد أسه؟ هذا نشوفه هذا هنا لتحت، هذا هنا ترو فوكال كوردز، هذا للأعلى هذا فولس فوكال كوردز، أوكي؟ وهذا هنا طلاب هذا كله لامينا بروبريا، ولا حيتصل وين هذا اللامينا بروبريا ويا من يتصل؟ يتصل وين طلاب؟ ويا البريكوندريوم، هذا بريكوندريوم كونكتيف تيشيو اللي يغطي الكارتليجز، فشوفون هنا اكو فد التصاق كبير بين بين اللامينا بروبريا وذا بيريكوندريوم الكونكتيف تيشيو اللي يغطي الكارتليج. اوكي طلاب واضح؟ تمام دكتوره شكرا. واضح مامون؟ زين عندكم سؤال ثاني اشرح لكم اياه عليه؟ اعيد لكم اياه واشرحه مواضح؟ أي سؤال أشرح لكم إياه مواضح؟ فطلاب هنا أنا أريد تعرفون إنه أكو باللارينكس جزئين ما يبطن سودوستراتيفايد أبيثيليوم، يعني ما يبطن بريسبيراتوري أبيثيليوم. شنو هذا الجزء؟ أول شيء الأنتيريور سيرفيس أوف ذا إبيكلوتس، الأنتيريور سيرفيس أو الإبيكلوتس قلت لكم هذا مو مثل الغطاء يغطي اللارينكس، الجزء العلوي الأنتيريور سيرفيس المقابل للأورال كافيتي يكون كفرد باي ستراتيفايد سيكويموس أبيثيليوم نان كيراتينايز، هذا واحد. والجزء الثاني الموجود إن لارينكس اللي ما يحتوي على ريسبيراتوري أبيثيليوم هي الترو فوكال كوردز، لأن عادة تكون مغطاة بستراتيفايد سيكويموس أبيثيليوم to protect these cords or these folds. أوكي طلاب واضح طلاب ماما؟ زين وعدنا درسنا إنه مهم جدا تعرفون إن respiratory epithelium يعني هو stratified epithelium ويحتوي على خمس خلايا ودرسناها بالضبط. درسنا طلاب أيضا عدنا olfactory epithelium اللي موجود من ضمن olfactory mucosa، هذا موجود فقط بالroof of the nasal cavity، هذا مهم طلاب. olfactory mucosa متكون من olfactory epithelium and lamina propria، والألفاكتوري أبيثيليوم هنا مختلف عن respiratory epithelium، يحتوي من ثلاث خلايا من ضمنها bipolar neurons، من ضمنها supporting cells، وهاي supporting cells ما تكون تحتوي على cilia، يعني مو مثل respiratory. respiratory epithelium ال tall columnar epithelium الموجودة بيها تحتوي على cilia، بالألفاكتوري أبيثيليوم لا، الكوليمينار أبيثيليوم السابورتينج سيلز ما تحتوي على سيلي، تحتوي على مايكروفيلاي. وعندنا أيضا الخلية الثالثة الموجودة بالنسيجين بالرسبيراتوري وبالألفاكتوري أبيثيليوم هو البيسل سيلز اللي تعتبر كستم سيلز to replace any damaging that occur for any epithelial cells within these epithelium. زين عندنا بعد شنو طلاب لازم تعرفون شلون اعرف اميز التريكيا، حد درسوه داخل المختبر التريكيا، حد درسوه كسلايد داخل المختبر اشوفه واعرف شلون متكون من كارتليج سي شيب كارتليج وهايلين كارتليج، اشوف السيروم ميوكوس موجود ان سب ميوكوز، اشوف السودو ستراتيفايد ابيثيليوم سيليتد بالنسبه للتريكيا، حشوف تاخذوه بالمختبر همين طلاب حتاخذون همين سكشن ان لانج، حنشوفه كأنه بالضبط كأنه رسومات دوائر رسومات، وين يشوفون هذه الدوائر بهالشكل هذا التخطيط تقولون هذا سكشن اللانج، بداخل ايش راح تشوفون تميزون لازم السكندري برونكس، وشلون اميزه من الكارتليج، كارتليج يكون بليتس قطع
أميز طلابها من عندي terminal bronchial. terminal bronchial هو جزء الأخير من conducting portion، جزء الأخير اللي يوصل هواء فقط، ماكو any gasic exchange. هذا الجزء الأخير اللي يوصل الهواء فقط هو terminal bronchial داخل مختبرها من أميزة. أميزة شون؟ أميزة إنه هو يحتوي على simple columnar epithelium or simple cuboidal epithelium، وحيطة مجرد يحيط الطلاب شنو يحيطة؟ يحيطة يشوف smooth muscle، smooth muscle fibers. That there is no glands, no cartilage. من أشوف ماكو cartilage أقول هذا terminal bronchial. أميزة عن respiratory bronchial. respiratory bronchial شلون أعرفه؟ من أشوف ممرات هوائية جزء من عنده simple cuboidal. بعدين يصير فتيجي فتخ كأنه فتخ خندق أو فتخ كهف للداخل، هو هذا الالفيولوس. يكون simple squamous epithelium. فمن أشوف interruption between simple cuboidal epithelium, simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple squamous أقول هذا respiratory bronchial. والألفيولاي واضحة تكون هيك مثل كأنه رسم طفل مثل الورد طلاب هيك شكله بالضبط هيك شكله سراوكم إياه بالضبط هذا الشكل اللي شوفوه. شوفون هاي الدوائر كلها، هاي كلها طلاب عبارة عن طلاب شنو هذي؟ كل هاي ألفيولاس الفيولوس، قرب الفيولوس، قرب الفيولوس. هاي شي يسوي الفيولار ساك، يعني هسه هذا الفيولار ساك مين مكون؟ هاي وحده، الثانيه، الثالثه، هنا الرابعه، من حويصلات مجموعه يكون الفيولار ساك، يكون مجموع الالفيولاي. الفيولاي مجموع حويصلات، الفيولوس يعني حويصله واحده، الفيولار ساك هو مجموعه من الالفيولاي. عرفت طلاب؟ فهنا نبع الطلاب، هاي هنا نبع الانتربشن، هذا التيرمينال برونكيول. هنا شنو طلاب؟ هنا ريسبيراتوري برونكيول باعوا صار انتربشن. هنا سيمبل كيبويدل يبدي يصير سيمبل سيكويموس، سيمبل كيبويدل سيمبل سيكويموس. بعدين الى ينتهي الى طلاب يبدي يدخل منطقة الالفيولوس، باعها الالفيولوس. الممر إلها، هذا الممر إلها يسموه الفيولار داكت، ممر يعني فت اوبنينج يدخل الالفيولار ساك. هاي الالفيولار ساك مجموعه من الالفيولاي، وقلنا الالفيولاي شنو؟ طبعا هذا اللي اشوفه بداخل المختبر. بالمجهر الالكتروني اشوف غير شكل، اشوف كلارسيلز، كلارسيلز واضحه، كلارسيلز طلاب تبدي من التيرمينال برونكيول. كلارسيلز تبدي شو تفرز؟ هاي تبدي تفرز عندي سرفاكتنت، سرفاكتنت بروتينز. قلت لكم هي تعمل مثل تزييد للمنطقة الأبيثيليوم، تمنع collapsing، تمنع any collapse for the lumen of the bronchial. زين طلاب بس هنا هذا واضح. أوكي نيموسايت 1 نيموسايت 2 مهمة أن تعرفوها، ونيموسايت 2 تعتبر كستم سيلز، وتعتبر أيضا تفرز البلمونري سرفاكتنت، وعددها قليل جدا داخل الالفيولوس. يعني هي العدد الاكبر هي السمبل فلاتن سيمبل سيكويموس ابيثيليوم اللي يسموها نيموسايت تايب 1، هي المسؤوله عن الجاز اكسشينج. زين طلاب البارير مهم تعرفوه، منين يتكون البارير؟ من يمنع اختلاط الهواء مع البلاد داخل الكابيلاريز، السبتم. اوكي واضح طلاب هذا؟ واضح ماما؟